كما كتشوفوا اليوم هذا العرس النضالي الممزوج مع الأطر الإدارية وكذلك الأساتذة المفروض عليهم التعاقد. إذن عنوانه هو أن ما يقوله الوزير وما يروجونه من مكياج داخل وسائل الإعلام ما هو إلا مكياج. وأنتم تلاحظون اليوم إذا كان المدير والأستاذ مضربون عن العمل والمدير والأستاذ جنبا إلى جنب خارجين للشارع، فأين هذه أين هذا الإصلاح أو أين هذا الإصلاح الذي يتغنى به وزير التربية الوطنية؟ نقول له كفاك من الإعلام والمكياج الإعلامي وشي حاجة اللي ما كيناش، نزولا إلى أرض الواقع والحوار من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. وشكرا لكم. كتجي هذه الوقفه هذه تنزيل البرنامج النضالي المسطر لهذا الشهر هذا، وكتجي من اجل الدفاع على حق ابناء الشعب المغربي في المدرسه العموميه، وايضا رفض المخطط التعاقد الذي دام اكثر من 4 سنوات، والتنسيقيه اليوم كتحري عيد الميلاد ديالها الرابع في ظل القمع والمحاكمات السوريه والمتابعات للاساتذه، وحنا كنقولوا لهم باننا مازالين مستمرين لان التعاقد لازال قائما، التعاقد مازال قائم. اذا حنا لازلنا في الشوارع وكنشوفوا بان هناك احتجاجات لعده فئات تعليميه، كنشوفوا الاداره التربويه اليوم، كنشوفوا المتصرفين، كنشوفوا واحد العدد ديال التنسيقيات، واحد العدد ديال النقابات نازلين، ولكن المقاربه ديال الدوله هي مقاربه وحده، الزروطه ثم الزروطه، المربيين، الاجيال والاطر الاداره، ما كاين غير الزروطه، ما كاينش حلول، كاين ملفات عده على طاوله الوزير ولكن ما كاينش حل. وحنا كنقولوا له بان غادي نستمروا وبان هذا الشيء كامل اللي مشتت الان انه غادي يكون في وحده، وغادي ننزلوا كاملين من اجل مطالبه بالملفات وحل الملفات العالقه كامله. وتحيه لكم من جهه الدار البيضاء 16 ومن امام هذه الاكاديميه الجهويه اليوم.